مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نستعرض لكم أهم ما جاء في الصحف المحلية والعربية والدولية، ولكن بعد الفاصل. نبدأ مع مقال في صحيفة المدى للكاتب علي حسين بعنوان العمود الثامن حكاية كل عام. يتناول المقال أزمة الكهرباء المستمرة في العراق منذ تولي حسين الشهرستاني مسؤولياته كعالم نووي وخبير في شؤون الطاقة. يشير الكاتب إلى أن الحكومة وعدت مرارا بتحسين وضع الكهرباء، لكن الأزمة تفاقمت مما أدى إلى معاناة المواطنين بشكل كبير، خاصة خلال فصل الصيف. كما ينتقد الكاتب أيضا غياب الشفافية من قبل الحكومة ووزارة الكهرباء، مشيرا إلى أن المواطنين يعانون من انقطاعات مستمرة تصل إلى 20 ساعة يوميا. ويوضح الكاتب أيضا أن السياسيين والمسؤولين يتمتعون بخدمات ممتازة، بينما يعاني المواطن العادي من سوءها. حكومة وأحزاب ونواب يصرون على رمي الفقراء خارج اهتماماتهم، بدليل أن لا أحد سأل نفسه لماذا يعيش المواطن من دون كهرباء ولا خدمات، بينما تتوافر الخدمات لجميع السياسيين والمسؤولين وقادة الأحزاب وكبار الأقارب والأحباب. أذكر أنه قبل أن يخبرنا الدكتور حسين الشهرستاني بأننا سنصدر الكهرباء إلى دول أوروبا، خرج علينا إبراهيم الجعفري بخطاب سنسكريتي تمت ترجمته للعربية، حذر فيه الجعفري الشعب العراقي من صعقة كهربائية بسبب المشاريع العملاقة التي أنجزها والتي خصص لها فصلاً من كتابه تجربة حكم. ثم عرفنا أن وزير الكهرباء أيهم السامرائي اكتشف أن له في أموال الكهرباء حقاً معلوماً، فحول مليار دولار إلى حسابه في أمريكا. بعدها تم اقتياد أموال الكهرباء والإعمار والصحة والتعليم إلى قاصات المسؤولين الكبار، وتم تداول حديث طويل ومكرر عن ضرورة الوقوف بوجه المؤامرة الإمبريالية التي لا تريد لنا أن نستفيد من بروفيسورة بحجم عديل حمود وعلامة نووي بقدرات حسين الشهرستاني. وعندما تظاهر الشباب في مدن العراق ضد الفساد والانتهازية ونهب نحو 800 مليار دولار، أطلق عليهم المفكر عادل عبد المهدي الرصاصة الحية، لأنهم هتفوا مطالبين بتوفير حياة كريمة لهم. ننتقل إلى مقال آخر في صحيفة طريق الشعب للكاتب عبد السادة البصري بعنوان ليس مجرد كلام وتستمر التظاهرات والاحتجاجات. يتساءل الكاتب عن أسباب استمرار التظاهرات والاحتجاجات في العراق على مدى السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الأسباب تتعلق بالفساد، البطالة، التسيب الدراسي وانتشار المخدرات كذلك. ويؤكد الكاتب أن الشباب العراقي يواجه مستقبلا غامضا ويعاني من قلة الفرص وانعدام الخدمات، مما يدفعهم للتظاهر والمطالبة بحقوقهم المشروعة. كما ينتقد الكاتب أيضا عدم استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين واستخدامها للعنف ضدهم، مما يزيد من حدة التوترات والاحتقان الاجتماعي. من يتأمل في السنوات المنصرمة والأيام الحالية باحثا عن السبب، بالتأكيد سيجد أن هناك أسبابا كثيرة تخبو وتظهر غيرها. إذا لم نقل أنها مزمنة لم يعثر على أي حل لها ولا بارقة أمل في معالجتها بسبب التخبط والعشوائية في اتخاذ القرارات، وقبل كل شيء بسبب المحاصصة التي شرعنت الفساد وفتحت الأبواب على مصارعها للنهب والخراب والبطالة والمحسوبية وانتشار المخدرات التي ستؤدي بالبلاد والعباد إلى نفق داكن الظلمة وإلى ضياع الشباب. كل عام يتخرج الآلاف من أبنائنا الطلبة من الجامعات والمعاهد الحكومية والأهلية، إضافة لمن هم بلا عمل أصلاً من العاطلين الذين لم يكملوا تعليمهم. ولا ننسى أصحاب الشهادات العليا الذين أفنوا العمر
في البحث والدراسة كذلك. التظاهرات والاحتجاجات لم ولن تنتهي ما بقي الحال على ما هو عليه، بل ستزداد وتتفاقم، وبالتالي نقف عاجزين أمام الغضب الجماهيري. ومن الممكن تماماً أن ترتكب حماقة استخدام السلاح وإسقاط ضحايا كما حدث في انتفاضة تشرين وما تلاها من جرائم بحق الشباب المطالبين بأبسط حقوقهم في وطن ولدوا حالمين بالعيش سعداء فيه. في تقرير لوكالة شفق نيوز بعنوان تردي الكهرباء يضرب وعود حكومة السودان ويزيد من سخونة امتحانات البكالوريا، يشير التقرير إلى تزايد غضب العراقيين بسبب انقطاع الكهرباء المتكرر خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة. ويوضح التقرير أن وعود الحكومة المتكررة بتحسين وضع الكهرباء لم تحقق أي تغيير ملموس، مما يزيد من معاناة الطلبة خلال فترة الامتحانات ويؤدي إلى تلف الأجهزة الكهربائية المنزلية. أيضا يشير التقرير إلى أن العراق وقع عقودا عديدة مع شركات عالمية لحل أزمة الكهرباء، لكن المشكلة لا تزال قائمة بسبب الفساد وسوء الإدارة. تزداد نقمة العراقيين على وزارة الكهرباء خلال فصل الصيف جراء الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ووصولها أحياناً إلى 50 مئوية وقد تتجاوزها في ذروة الصيف، مستذكرين بسخرية وعود وزارة الكهرباء المستمرة بأن الصيف المقبل سيكون أفضل من سابقه فيما جاءت امتحانات السادس الإعدادي هذا العام متزامنة مع تردي واقع الطاقة ما زاد من حجم الضغوطات عليهم. وكل سنة تتعهد الجهات المعنية بأن العام المقبل سيكون أفضل في تجهيز الكهرباء، لكن على أرض الواقع لا يوجد تحسن. أغلب المواطنين يشكون من احتراق أجهزتهم المنزلية بسبب عدم استقرار الطاقة الكهربائية، وقبل أيام فقط احترق عندي سبلت ومبردة هواء، وينتقد طلبة السادس الإعدادي وزارة الكهرباء لاستمرار تردي واقع الطاقة مع ارتفاع درجات الحرارة والتي تزامنت مع فترة امتحاناتهم ما زاد من حجم الضغوطات عليهم. وكانت الحكومات العراقية المتعاقبة وقعت عقوداً كثيرة مع شركات عالمية رصينة لحل أزمة الكهرباء، بدءاً من شركة سيمنز الألمانية وصولاً إلى جنرال إلكتريك الأمريكية، فضلاً عن مشاريع الطاقة المتجددة غير توريدات الطاقة من إيران والربط الكهربائي مع دول الجوار. تناول موقع ميدل إيست آي البريطاني تجاهل الإعلام الغربي لقتل الجيش الإسرائيلي مئات الفلسطينيين خلال عمليته في مخيم النصيرات، حيث استعاد 4 أسرى فقط. وكتبت لينا السعافين في مقال بهذا الشأن أن تفاصيل العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية المشتركة التي أسفرت عن مقتل وجرح ما يقرب من 1000 فلسطيني في مخيم النصيرات للاجئين يوم السبت لا تكاد تتحدث إلا عن البطولة الاحتفالية أو الدقة التي نشرتها عناوين وسائل الإعلام الغربية بشكل متدفق عبر صفحاتها الأولى. وتذكر الكاتبة بحسرة أن المذبحة التي خلفتها الضربة الإسرائيلية وجثث الفلسطينيين المشوهة الملقاة في شوارع السوق وعشرات المباني والمنازل المدمرة تم حذفها بالكامل. وتضيف الكاتبة أيضا أنه في نهاية المطاف لم تكن هذه العناوين مفاجئة، بل هي نتاج عقود من التجريد المتفشي من الإنسانية. ولم يورد البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول العملية أي ذكر للفلسطينيين الذين قتلوا، لأن الجثث السوداء والبنية اللون لا تهم مصالح الإمبريالية. إنه عالم بائس حيث القتل المصور لما لا يقل عن 50,000 رجل وامرأة وطفل في غضون 8 أشهر لا يكاد يؤدي إلى رمشة عين داخل المستويات الحاكمة للنظام القائم على الحكم في الشمال العالمي، حيث يرى
أن المهمة التي تدمر حياة مئات المدنيين أثناء استعادة 4 أسرى هي سبب للاحتفالات، وتضيف أن الأسوأ من ذلك هو عندما يتم تجاهل 274 فلسطينياً قتلوا و698 جرحوا في مذبحة مخيم النصيرات للاجئين، فيتم حذفهم عمداً من التغطية الإخبارية أو تم الاعتراف بهم بشكل عابر لاحقاً في عنوان رئيس أو بشكل غامض في عنوان فرعي. وتعطي الكاتبة مثالاً من غلاف يوم الأحد لصحيفة نيويورك تايمز، وتصفها بأنها صحيفة دمرت عن طيب خاطر آخر ما تبقى من مصداقيتها لتكون بمثابة اختزال صارخ للدعاية الإسرائيلية، حيث عرضت بفخر في عنوانها الرئيس أن الجيش الإسرائيلي يحرر 4 رهائن في مهمة بغزة، وكان الغلاف الأمامي مصحوباً بصورة مبتسمة لأسير إسرائيلي محرر مذكور بالاسم ومحاط بجنود المنتصرين. أما الفلسطينيون الذين قتلوا فقد أنزلوا إلى الهامش في ذات الخبر. تحت عنوان استيقظوا بعد هذه الانتخابات، أصبحت أوروبا في خطر مرة أخرى. حذر مؤرخ بريطاني في مقال بصحيفة الجارديان من خطر صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها في انتخابات البرلمان الأوروبي. وأكد تيموثي غارتون آش، وهو أستاذ الدراسات الأوروبية في جامعة أوكسفورد، أن القارة الأوروبية تواجه من جديد الفاشية والقومية والحرب. وأكد أيضا، وهو كاتب مقال في الجارديان، أن أوروبا التي احتفلت للتو على شواطئ نورماندي بذكرى مرور 80 عاما على يوم الإنزال في فرنسا ضد احتلال ألمانيا النازية، والذي شكل بداية تحررها من الحرب والقومية والفاشية، تواجه الآن مرة أخرى الفاشية. فيستمرون في سحب الاتحاد الأوروبي إلى اليمين من الداخل مع اتخاذ موقف أكثر تشدداً بشأن الهجرة ومعارضة حازمة للتدابير الخضراء اللازمة بشكل عاجل لمعالجة أزمة المناخ وخفض الدعم لأوكرانيا، وكونهم جميعاً قوميون سيحاولون استعادة السيطرة الوطنية من بروكسل. وشدد الكاتب على أن كل هذا قبل أن نصل إلى الانتخابات الأكثر أهمية لأوروبا هذا العام والتي لن تحدث في أوروبا، مشيراً إلى أن فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 22 نوفمبر من شأنه أن يضعف أوروبا وربما يزيد من انقسامها مع اصطفاف القوميين الشعبويين اليمينيين المتشددين، بما في ذلك مليوني كحزب ترامب الأوروبي. وتابع متسائلاً، هل حان الوقت لليأس والهجرة إلى نيوزيلندا؟ بالتأكيد لا، ولا تزال هناك أغلبية كبيرة من الأوروبيين لا يريدون خسارة أفضل أوروبا عرفناها على الإطلاق، ولكن لابد من حشدهم وتحفيزهم وإقناعهم بأن الاتحاد يواجه بالفعل تهديدات وجودية. مشاهدينا، نتابع الآن الكاريكاتير. في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، يقف الطبيبان الشقيقان إياد وعماد جابر أمام لوحين خشبيين على ناصية طريق،
وعلى اللوحين يضع الطبيبان أنواعا مختلفة من الأدوية جلباها من صيدليتهما في مدينة رفح جنوبي القطاع التي تتعرض لهجوم بري وجوي إسرائيلي في مشهد يحكي الكثير عن تداعيات الحرب، حرب الإبادة الإسرائيلية ومدى تضرر القطاع الصحي. الآن مشاهدينا الكرام نتابع الفيديو الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. بعد موسى روت بعد أحمد تيبي بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.